إذا متابعينا الكرام، مرحبا بكم في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء. وكيف ما كتشاهدوا معنا حملة أمنية كبيرة هنا منطقة سباتة على كل الخارجين عن القانون. كنشكرين عناصر ديال الأمن الوطني هنا بمنطقة بالضبط هنا بشارع الزر منطقة سيدي عثمان بن مسيك. يعني حملة أمنية كبيرة لضبط كل خارجين على القانون. أكيد من خلال هذه الحملات فكيتم توقيف العديد من المبحوث عنهم والخارجين على القانون. أكيد هنا أمام القنطرة الجديدة، قنطرة شارع محمد السادس. متابعينا الكرام، حملة أمنية كبيرة